كانش عنده ديك الشعبيه اللي كانت عنده شحال هذه. الناس كنظن فاتحه على الكره العالميه كيتفرج مثلا في البطوله الانجليزيه كيشوف كره ديال الصح فهمتي. هنايا النيفو شويه النيفو طايح بارابور لي زوطخ. هو لا فالور ديال اللعاب كيتقاس بالكره باش نكونوا واضحين فهمتي. ملي كيبان لك لعاب كيدعي انه كيلعب في بطوله احترافيه وهو ما كيديرش كونترول بال مزيان راه دونك ما كاين لا احترافيه لا والو. انا بالنسبه لي انايا هو الابتعاد على مركب محمد الخامس هو الدافع اللي خلى زعما كان المتفرجين كينقصوا. كنا كنشوفوا بانه الديربي كان كيتلعب 15 يوم قبل من الماتش، دابا لا انت كتشوفي القهوه خاويه التيران خاوي حتى واحد ما مسوق. هذا هو كيبان لي انا هو السبب اللي خلى عباد الله كينقصوا. بالنسبه لي انايا هو انه ليفيكتيف ينقصوا منه ديال المتفرجين في عوض مثلا 90,000 متفرج يديروا تقريبا واحد 30-40 ويحفزوا عباد الله وما بقاوش هذيك كيف كنا كن الوداد ديالنا يريحوا بوحدهم والرجاويين بوحدهم. انا في نظري انايا كازاوا كاملين خوت نريحوا وحده بعضياتنا ما عندناش مشكل. انا بعدا كنهضر لك على راسي انا براجاوي العائله عندنا من الزاد رجاويه انا ودادي دونك كتلقى اسره وحده كتلقى ودادي رجاوي بغينا حنا رجاوي وداد خوت اكزاكتومون. حصريا على موقعنا، هل لديك صفحة وتريد أن تروج لها؟ هل لديك مؤسسة، محل، بضاعة، خدمات، وكالة سياحية أو علامة تجارية وتريد أن تروج لها؟ هل لديك إعلان، إشهار لسلع، آلات، ماكينات تريد الترويج لها؟ هل لديك دورة تدريبية، ملتقى أو دعوة افتتاح وتريد أن توصلها لأكبر عدد من المهتمين في مجالك؟ تختار الزمن، المنطقة، المدة التي تناسبه. نحن نقترح عليك خدمة الإعلانات والإشهارات المدروسة. نحن نوفر عليك الجهد وسندرس الاستهداف بدقة لنعطيك أفضل النتائج.